سالم خويا الشارك، بغيت نسولك الله يحفظك، في حالة شدوا لي الموتور سي 50 على واد البريباراسيون، شنو هما الإجراءات اللي يمكن لي ندير وشحال الثمن اللي ممكن نخلص؟ راني حرت وما عرفتش ما ندير. هادو هما الأسئلة اللي وليت كنتلقى بزاف هاد الأيام، وهادشي راجل الحملة اللي ولات مؤخرا ضد جميع المطار كبار وصغار. اليوم في هاد الفيديو غتعرفوا كيفاش يمكن لك تخرج موتورك بلا حتى أي مشكل. ولكن قبل، انا مهدي وهذه قناه ديالي شاك رايدر اللي كنقدم فيها نصائح ومعلومات حول الدراجات الناريه. باش اي واحد شاف هذا الفيديو يعفط لايك ويتابونا، روح قرب حتى غادي تستافد. مؤخرا بدات حمله شرسه ضد جميع المطار في جميع انحاء المغرب. هادشي راجع الصداع اللي ولاو كيديرو الدراري بماطر وسط الطريق. وكاين كاع اللي ولاو كيشفرو بيهم. هادشي اخوتي اللي خلى عدة مواطنين يديروا شكاوات عديدة. المواطن اللي كيدخلوا من الشينوا كيشريوهم وكيشفروا بهم وصل المدينة، يعني ما بقاش دابا الانسان قادر يتمشى في المدينة ويهضر في التليفون. وبطبيعة الحال الدولة هنايا خاصة تقفض على دراعيها ودير حملة شرسة. ولكن على من؟ على الناس بحالي وفحالك اللي عندهم موتور اللي اغلبية كيكونوا كيقراو به او اللي كيمشيو به الخدمة ديالهم. هذا هو المشكل اللي خلى بزاف ديال المواطنين ما يعجبهمش هاد القوانين ويديروا احتجاجات. بزاف ديال المشاكل اللي كاينه في دابا، مثلا تسنى الطوبيس ولا تسنى الطاكسي، لا هادي ما كنحملهاش، داكشي علاش انايا كيخصني الموتور ديالي ديما. حنا الدراري كنا عارفين باللي موتور سي 50 ستاندار فيه جهد ضعيف بزاف اللي ما خليش الموتور كاع يطلع حتى في الطلعه. هادشي اللي خلى بزاف ديال الناس يضيفوا ليه بعض التعديلات ليصبح قادر على الطرقان ديال المغرب. حنا اخوتي كنا كنعرفوا بلي البياس اللي كيتم التعديل به بحال السيلندر والفيبروكان راه كيتباع عادي عند مالي البياس، يعني الدوله هي اللي كتدخلو عادي بلا حتى اي مشكل. ولكن مجرد ما كتركبو نتايا في موتورك كيتم الحجز على موتورك. البوليس اخوتي اللي كيشدو هما اصلا عارفين بلي الموتور ستوندار مقتول، وكنعرف اغلبيه ديال الدراري البوليس كيخرجوا طرون طروا وكيبريباريوها تمتم، ولكن اصحاب القرارات هما اصلا كيركبوا على الحديد المليح، يعني شكون اي في المواطن من غير خو المواطن. الان انا نقول لكم الاجراءات القانونيه في حاله تم الحجز على موتورك لي بريباري. اولا الدراري اللي خاصكم تعرفوا هي في كل براج راه كيكون مع رجال الامن خبير او مسمى بالسيكليس. هاد السيد ولا هاد الشخص هو اللي كيحدد الموتور ديالك واش هو معدل ولا لا. فاش كيكون بريباري الموتور كيكون باين من الجهه اللي كيكون فيه، وتما كيهزوا لك الموتور ديالك فوق الديباناج كياخذوا لك معاه الكارت غريز. انت اخويا المواطن كتحير وما كتعرف ما دير. القانون في هذه الحاله كيقول ان كل تغيير في الاجزاء ديال الموتور بحال الشاكمه او السيلندر او شي حاجه بحال هذا الشكل كتعتبر جنحه، وبالتالي راه ممكن يهزوا لك الموتور ويديك حتى نتايا معاه. هادشي بكون بريباراسيون كتشكل خطر على سائقين الطريق، ولكن غالبا البوليس ما كيهزوكش نتايا كسائق، كيدو لك غير الموتور. وفاش كيهزوا لك الموتور كيلزم عليك حتى تتبع موتورك للدائره اللي قريبه لديك المنطقه، وتما كدير طلب باش تخرج موتورك، وكتسني واحد الالتزام بانك غادي ترد موتور ديالك ستوندار. هادشي الا سرعتي فيه كيتشف مده ما كتجاوز اسبوع، والثمن هاد المخالفه كيتزاد على حساب المده اللي بقى فيها موتور ديالك في الفورين. الا كان سيمانه فالثمن بين الديباناج والبروسي والفورين ما كيتجاوز 1000 درهم، وكل ما كانت المده طويله كيتزاد معها حتى الثمن. فالثمن ديال الفورين لمده اسبوع هو 10 دراهم، والثمن ديال الديباناج 150 درهم، وبالنسبه للوثائق فحال البروسي والالتزام هو 300 درهم، يعني في حدود 1000 درهم لمده اسبوع. المشكل اللي كاين هنايا هو الدوله كدير حمله على واد السرقه والضجيج والالعاب البهلوانيه. لاي واحد بعقله وشاري موتور بدراعه غادي يعرف باللي هذا ماشي سلوك مزيان وما غاديش يديرو. اما الفئه اللي كتصرف عليهم امهاتهم واللي غالبا كيكونوا مراهقين راه ما غاديش يعرفوا، وعاد ما غادي يزيدوا في هادشي بحجه البلباله واللعب مع البوليس اللي يخليهم غير يزيدوا يازموا الوضع. النصيحه اللي ممكن انا نقدم لاي واحد عنده موتور هو الالتزام بالقانون، واسيرونس والكارت غريز يكونوا معاه ديما، وموتورك من الاحسن ردوا ستوندار حتى يبان شي قرار لا يكون مرضي لجميع الفئات. وحاجه اخرى، حنا عارفين بلي الماطور ديال الشينوا ولو فيه شي مليون بحال طون طروا والصانيا. الحل اللي ممكن دير وتهني راسك واللي هو درتو انا شحال هذا هو دوز البيرمي وتشري شي موتور من فئه 150 وتهني من الصداع. بالنسبه للاثمنه والاجراءات ديال البيرمي غنخليهم ليكم في الفيديو في لا ديسكريبسيون، دخلوا تفرجوا فيه. وكان معكم شاك رايدر، تهلاو.